اهلا وسهلا متابعين قناه نيشان. الان احنا كنتوجدنا بطول صحه الجامع فينا اطراء هذه الحمله هذه في كومبا خليفه القائد محقق الاداريه جا صحه جامع فينا كما كنشاهدوا. يعني الترتيبات بعد الامور يعني اصحاب المأكولات لانهم فاتوا القانون اللي عطتهم كما كنشاهدوا ان كيحاولوا يديروا الترتيبات حول هاد الساحة هادي ساحة المأكولات اللي كتكون بها ساحة جامعتنا. يعني تيحاولوا انهم يعاودوا رتبوا الخط ديال الصواب يعني فاتوا القوانين اللي عطيهم السلطة حول امكانيات ما يفوتوش الخط اللي كيعطيهم السلطه باش ما يحاولوش يدير واحد الاكتظاظ حول هذه الساحه هذه كما كتشاهدوا المتتبعين نيشان. الان حملة كبيرة هي كيقوم بها خليفة القائد المهمة الإدارية للصحة يعني مقاطعة جامعة فينا كما كتشاهدوا بالشراكة مع ملحقة البهية. وكذلك ساحة البهية هي دائما من مراكش كما كتشاهدوا Thank you.
على شفا جرف هار Thank you.